سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الحضور الكريم يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم البهيج الذي نحتفي فيه بنخبة من أبناء قطر ممن أثبتوا تميزهم وتفوقهم العلمي واستحقوا أن ينالوا أرفع الجوائز الأكاديمية وهي جائزة التميز العلمي. نهنئ جميع الفائزين بإنجازهم واستحقاقهم للجائزة متمنين لهم كل التوفيق والمزيد من الإنجاز والعطاء والتميز في قادم الأيام، عرفانا منا بجميل هذا الوطن المعطى. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة مع القرآن الكريم يلقيها على مسامعنا الطالب محمد عبد الكريم محمد حسن، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. الآن مع كلمة سعارة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معلم البشرية وهادي الإنسانية، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الحضور الكرام، الإخوة والأخوات والأبناء المحتفى بهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أعرب لسمو الأمير المفدى عن خالص الشكر والتقدير لحضوره وتشريفه لهذا الاحتفال بتكريم الفائزين بجائزة التميز العلمي، وهو حضور كريم يحمل العديد من المعاني والدلالات التي تعكس مدى اهتمام سموه بمنظومة التعليم ومخرجاتها وإعداد الكوادر الشابة المزودة بالعلم والمهارات التي تؤهلهم لتلبية متطلبات دولتنا الحبيبة وتطلعاتها نحو المزيد من التقدم والازدهار. سيدي صاحب السمو، الحضور الكرام، إن التميز هدف استراتيجي وثقافة راسخة وتطلع مجتمعي لدولة قطر،
ولقد قطعنا شوطاً كبيراً في مسيرتنا نحو تحقيق هذا الهدف من خلال بناء نظام تعليمي يتماشى مع أرقى معايير النظم التعليمية العالمية ومتطلبات العصر، وتبني أحدث التقنيات والبرامج التربوية والبحثية في المناهج والتقييم والتدريب، مما ساهم في تنمية قدرات طلابنا واكتشاف إمكاناتهم الإبداعية وتعزيز مهارات البحث العلمي لديهم. وقد أصبح لدينا اليوم أكثر من 20 جامعة وكلية في قطر، بالإضافة إلى ما يقارب 2500 من الطلاب والطالبات المبتعثين إلى مختلف جامعات العالم لدراسة العديد من التخصصات العلمية والأدبية، كما سيتم افتتاح أول مدرسة حكومية تخصصية علمية قائمة على المنهج التكاملي لمواد العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات في سبتمبر القادم، وذلك لتعزيز التخصصات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. سيدي صاحب السمو، لقد أدت أزمة الحصار الجائر المفروض علينا منذ يونيو الماضي إلى استكشاف مواطن قوتنا، وكما أشرتم سموكم في خطابكم الأخير أمام مجلس الشورى، فقد أخرجت هذه الأزمة أفضل ما في هذا الشعب من الكفاءات وروح التحدي، وأسهمت في بلورة هويته الوطنية، وعززت تلاحمه مع قيادته الحكيمة الواعية، كما أسهمت في إعداد رسم التوجهات في منظومتنا التعليمية ووضع الخطط والبرامج الطارئة وطويلة المدى، حيث تم بحمد الله استيعاب الطلبة القطريين الذين أبعدتهم دول الحصار، كما شهدنا الذين أبعدتهم دول الحصار ضمن خيارات أكاديمية أفضل مما كانوا عليه في دول الحصار، كما شهدنا طفرة غير مسبوقة في أعداد المتميزين الذين تقدموا للحصول على جائزة التميز، فقد كان عدد الفائزين بالجائزة هذا العام أكبر من أي عام مضى، مما يؤكد روح التحدي لشعبنا ونقاء معدنه وقوة إيمانه بالله والثقافة والتفافه حول قيادته وعمق ثقته فيها، وكل ذلك يمثل انتصاراً حقيقياً على الحصار وإفشالاً لغاياته. ولا شك أن المتميزين علمياً والذين نحتفي بهم اليوم ومن سبقوهم في هذا التميز يمثلون قيمة مضافة لقدراتنا الوطنية في مختلف المجالات، وعليهم تقع مسؤولية المشاركة في تنفيذ توجيهات سموكم وتلبية دعوتكم إلى فتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمار، لكي ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا لتحقيق استقلالنا الاقتصادي، والاهتمام بالتحصيل العلمي في مختلف التخصصات، والاعتماد على النفس ومحاربة الاتكالية. لذلك نعاهد سموكم على مضاعفة جهودنا ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم وتهيئة البيئة التربوية المناسبة التي تحتضن الإبداع وتشجعه وتطلق طاقات الشباب الكامنة وتطور أساليب البحث العلمي وآلياته وترعى طلابنا الموهوبين والمبدعين. وفي الختام أكرر الشكر لسموكم على تفضلكم بتشريف هذا الحفل، وأتوجه بالتهنئة لجميع المحتفى بهم من المتميزين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي. أما الآن فمع كلمة المتميزين يلقيها بالنيابة عنهم الدكتور علي صالح غيثان المنهالي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، أصحاب السعادة السفراء، أخواني وأخواتي المكرمين المحتفى بهم، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أخاطبكم بالنيابة عن زملائي المتميزين علمياً، لأعرب لقيادتنا الرشيدة عن فائق شكرنا وعظيم تقديرنا وامتناننا لحضورها الميمون ورعايتها الكريمة لحفلنا هذا، كما نشكر قيادتنا الرشيدة على ما وفرته لنا من فرص وخيارات أكاديمية وإمكانات مادية وبشرية
ولما هيأته لنا من بيئة مدرسية حاضنة وداعمة للتميز العلمي، وهي بيئة تعد من أفضل بيئات النظم التعليمية في العالم. ولا شك أن هذا يدل على مدى اهتمام قيادتنا بالاستثمار في التعليم وتحسين مخرجاته، تحقيقاً للتنمية البشرية كأهم ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. إن فوزنا بجائزة التميز العلمي هو ثمرة لجهود مشتركة بين مدارسنا من جهة وأولياء أمورنا ومجتمعنا من جهة أخرى، وسوف يسهم هذا الفوز في بناء قدرات قطر الوطنية وإنجاز مشروعها النهضوي. تعتبر هذه الجائزة عاملاً محفزاً لاستكشاف مواهب الشباب والتعرف على قدراتهم العلمية ومجال تميزهم، والأهم من ذلك كله استشراف طموحاتهم المستقبلية لتعهدها بالرعاية ليسهموا بفاعلية في التنمية المستدامة لبلدهم. بل تعتبر جائزة التميز العلمي وسام من قيادتنا الرشيدة للوسط التربوي والتعليمي، ومن هنا تستمد الجائزة قيمتها المعنوية ودلالاتها الأدبية. نعم، لقد حققت جائزة التميز العلمي أهدافها من خلال تعزيز الإقبال على اكتساب المعرفة وتعزيز ثقافة البحث العلمي وبث روح الإبداع وإذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات، ليس في المجال الأكاديمي فحسب بل في كافة المجالات، بما في ذلك سمات الشخصية والتنمية الذاتية والإسهامات المجتمعية ومهارات التخطيط والتقويم والتنمية المهنية. بل عززت لدينا الإحساس بالثقة والاعتداد بالنفس، وفوق ذلك كله أصبح لدينا قاعدة معلومات عن المتميزين ومجالات تميزهم يمكن توظيفها في خدمة توجهات الدولة التنموية. الحضور الكريم، إن التعليم المتميز عالي النوعية الملبي لاحتياجات التنمية والمستجيب لمتطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة هو السبيل لبناء القدرات الوطنية وبلوغ قايات التطور وأهدافه ومقاصده، لتمكين الدولة من اللحاق بركب الدول المتقدمة، مما جعل قطر تنطلق إلى الألفية الجديدة بكل ثقة واقتدار، وهي تحتل الترتيب الخامس عالمياً في جودة نظام التعليم، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. سيدي سمو الأمير، نعاهدكم على مواصلة مسيرة التميز، وأن نظل أوفياء لقطر ولقيادتها الرشيدة، وهي ترعى التميز والإبداع، وتهيئ المجتمع وتعده للاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وأرجو أن تسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في صناعة هذا التميز الذي يعكس مدى وعي مجتمعنا وإعلاءه لقيمة العلم والعلماء. ولما كنا نواجه اليوم حصاراً جائراً من بعض جيراننا، أود أن أشيد بكل الشباب القطري في بلادي الذي تعامل مع هذا الحصار بكل وعي وعقلانية. وفي الختام، نتمنى أن تكون هذه المناسبة حافزاً لجميع شبابنا على التميز، وهم أهل لذلك، فبالتميز تبنى الأوطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور علي صالح غيثان المنهالي. أما الآن أيها الحفل الكريم، فنترككم مع فيلم قصير عن الدورة 11 ليوم التميز العلمي. قسماً بمن رفع السماء، قسماً بمن نشر الضياء، قطر ستبقى حرة تسمو بروح. كان الحلم فكرة وأصبح يقيناً ثم واقعاً ورؤية تنير الطريق. رسمنا في عام 2008 خريطة طريق لمستقبل البلاد تحت رؤية قطر الوطنية 2030، ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها. ولما كان الاستثمار في العقول أغلى وأثمن من الذهب والماس، وضعت قطر نصب أعينها الوصول إلى قمة المجد، فكان التميز العلمي في شتى المجالات أول خطوات الطريق. يسعدنا في الدورة 11
أن نحقق العديد من الإنجازات، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وبإشراف ومتابعة سعادة الوزير. لقد انضمت فئة جديدة في هذه الدورة لفئات الجائزة، ألا وهي فئة الماجستير. في هذا العام سوف نحتفل بتكريم 64 فائزا وفائزة، وهذا أكبر عدد في عمر الجائزة منذ دورتها الأولى إلى الآن. أنا فرحت كثيراً عندما فزت، أمي وأبوي كانوا سبباً رئيسياً في فوزي بالجائزة، وأيضاً مدرساتي كانوا دائماً حريصين في توجيهي. جائزة التميز العلمي هي فخر وشرف لي بمصافحة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي ثمار مجهودي خلال 3 سنوات الماضية. فوزي في المرحلة الابتدائية كان دافع لي والحافز الأكبر للاستمرار بالتميز والفوز في المرحلة الإعدادية. التعليم هو المحرك الأساسي في تطور الأمم وبناء الحضارات. يجب علينا جميعاً بذل المزيد من الجهد والعمل لنجعل من رؤية صاحب السمو حقيقة لتحقيق نهضتنا الشاملة. كانت مشاعر ممزوجة بالفرح والفخر والإنجاز، مشاعر تدفعنا للأمام أكثر، مسؤولية أن لازم نكمل ونستمر في هذا التفوق. طبعاً هذا يعتبر وسام شرف لكل قطري يجتهد لوطنه، ولولا ظروف الدراسة وتواجدي حالياً في ولاية واشنطن في الولايات المتحدة، لحضرت الحفل وتشرفت مصافحة سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهذه الجائزة تحفزني أني أشتغل برؤية قطر لعام 2030. من الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الأكاديمية إيجاد قادة متميزين للمستقبل. أنا أطمح لتمثيل هذا البلد الغالي في المحافل الدولية ذات الصلة بالثقافة والتعليم، وفي كل المحافل التي تسمو بها هذه البلاد الطيبة في أبنائها وبناتها وقيادتها. منحتي الدراسية اللي حصلت عليها من الصندوق القطري للبحث العلمي التابع لمؤسسة قطر كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في فوزي بالجائزة. ومن روح الرؤية الوطنية لقطر لعام 2030، سعت وزارة التعليم والتعليم العالي لنشر ثقافة الإبداع والتميز ودفع الطلاب إلى مزيد من التفوق للوصول إلى المستويات والمعايير العالمية. لاحظنا في هذا العام أن هناك 8 من المتقدمين والفائزين بهذه الجائزة قد حققوا الفوز في المراحل السابقة، وهذا مؤشر جيد على وجود بذرة جيدة للتميز لدى هذه الفئة. بإذن الله أكمل درجة الدكتوراه في تخصص يجمع بين علم الجينات وعلم الوراثة فوق الجينية. أنا أطمح أن أنا أكون وزير خارجية دولة قطر في المستقبل كي أمثلها أحسن تمثيل. جائزة التميز إنجاز عظيم بالنسبة للأكاديمية، ولن تقف الأكاديمية عند هذا الحد. في المستقبل أريد أن أصير قاضية أو حامية. أطمح بأن أكون طبيباً شرعياً وأسخر أبحاثي وعلمي لخدمة قطر والأمة العربية والعالم أجمع. إيماناً بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، أطمح إلى أن أصل إلى أعلى المراتب ليس فقط على مستوى الدولة بل عالمياً. رأت قطر مستقبلاً العلم منارته والتميز شراعه، يقوده ربان السفينة تميم الأخلاق والمكارم، تميم العروبة والأصالة، تميم المجد. كلمة قالها سيدي سمو الأمير دائما أحطها قدامي، وهي أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. فعلا قطر تستحق الأفضل. قطر قدمت لنا الكثير، لذلك تستحق منا رد الجميل. مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، هذه الخطوة هي جائزة التميز العلمي. ديرة العز ديرتي قطر. دام عزك يا قطر. بالتميز نبني الأجيال. قطر تستحق الأفضل من أبنائها. قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء.
أما الآن فقد حانت تلك اللحظة التي ينتظرها كافة الفائزين بشغف، والتي سوف تبقى محفورة في ذاكرتهم زمناً طويلاً. أما الآن فليتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله راعي حفل جائزة التميز العلمي مشكوراً بالصعود إلى المنصة. فئة الطالب المتميز للمرحلة الابتدائية الميدالية البلاتينية، العنود فيصل محمد بدر السادة، مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات. آمنة سعود يعقوب يوسف الجيدة، أكاديمية قطر الدوحة. عائشة عبد الله حسن مطر الخنجي، مدرسة البيان الابتدائية للبنات. عبد الله محمد مبارك المفقاع الهاجري، مدرسة الشحانية النموذجية للبنين. ناصر محمد هادي الحباب الهاجري، مدرسة الشحانية النموذجية للبنين. سارة نعمة علي أحمد النعمة، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. المياسة راشد سعيد الفهيد الهاجري، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. آمنة علي أحمد إسماعيل المالكي، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. آمنة أحمد صالح محمد الشيب، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. الهنوف علي أحمد محمد العبيدلي، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. الغالية علي راشد ناصر النجدي، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. موزة عبد الله راشد الجفال النعيمي، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. غالية غيث محمد آل مطر الكواري، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. غالية محمد يوسف سلطان الحرمي، مدرسة المرخية الابتدائية للبنات. جميلة يوسف سعد مفتاح السويدي، مدرسة النهضة الابتدائية للبنات. سارة أحمد عثمان أحمد باوزير، مدرسة النهضة الابتدائية للبنات. عائشة محمد حمد علي البدر، مدرسة النهضة الابتدائية للبنات.
أما الآن فئة الطالب المتميز للمرحلة الابتدائية الميدالية الذهبية الجازي خليفة أحمد الياهر اليافعي مدرسة البيان الابتدائية الثانوية للبنات أو الثانية. المياسة جاسم علي محمد العمادي مدرسة نسيبة بنت كعب الابتدائية للبنات. حصة جاسم محمد صالح محمد مدرسة الوكرة الابتدائية للبنات. ريم ناصر راشد الحي النعيمي مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. يوسف فهد يوسف علي العلي مدرسة حطين النموذجية للبنين حاليا والوزير في المستقبل إن شاء الله. فئة الطالب المتميز للمرحلة الإعدادية الميدالية البلاتينية الهنوف علي حمد علي المسافري مدرسة برزان الإعدادية للبنات. يوسف محمد يوسف سلطان الحرمي مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين. منيرة أمير عبد الله أحمد الباكر مدرسة البيان الإعدادية للبنات. الريم يوسف حسن محمد العبيد لمدرسة البيان الإعدادية للبنات. فئة الطالب المتميز للمرحلة الإعدادية الميدالية الذهبية الجازي جمال أحمد عمران الكواري مدرسة البيان الإعدادية للبنات. سارة مبارك ناصر حمود الشافي مدرسة رفيدة بنت كعب الإعدادية للبنات. علياء حمد راشد العماني العذبة مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات. شيخة حسين جاسم علي بوكربل مدرسة الأقصى الإعدادية للبنات. مبارك حمد محمد مبارك آل خليفة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين. الآن فئة الطالب المتميز الشهادة الثانوية الميدالية البلاتينية مريم أحمد محمد عبد الله الأنصاري مدرسة الإيمان الثانوية للبنات. جاسم راشد سعد حسن المطول المهندي مدرسة الدوحة الثانوية للبنين. فئة الطالب المتميز للشهادة الثانوية الميدالية الذهبية فجر منصور علي فرج المرزوقي مدرسة البيان الثانوية للبنات. مريم علي محي الدين القرداغي مدرسة البيان الثانوية للبنات.
مشاعل حامد مسفر صالح القحطاني، مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات. علياء محسن عبد الرسول محمد حاجي، أكاديمية قطر الدوحة. نور خالد يوسف إبراهيم الدربستي، أكاديمية قطر الدوحة. عائشة عبد العزيز أحمد درويش الدرويش، مدرسة البيان الثانوية للبنات. أمينة محمد علي يوسف الشيب، مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات. فئة الطالب الجامعي المتميز الميدالية البلاتينية، ملازم عبد الله حسين محمد آل سعيدان المري، كلية أحمد بن محمد العسكرية. مريم علي غانم الغشالي الهاجري، جامعة قطر. سارة حمد راشد آل مقارح، جامعة قطر. عمر عبد العزيز محمد شريف العمادي، كارنيجي ميلون قطر. فئة الطالب الجامعي المتميز الميدالية الذهبية، العنود عبد الله محمد عبد الرحمن المفتاح، جامعة كارنيجي ميلون قطر. الملازم محمد خلفان عبد الله البيات المنصوري، كلية أحمد بن محمد العسكرية. كلثم أحمد علي صالح الكواري، جامعة فيرجينيا قطر. نور ناصر فهد محمد المانع، جامعة كارنيجي ميلون قطر. محمد راشد محمد الحسن الصليطي، جامعة نوتنغهام المملكة المتحدة. موزة محمد سعيد فضل البوعينين، جامعة قطر. نوير مانع حجيلان الحزيمي العتيبي، جامعة قطر. روضة طارق حارب محمد المهندي، جامعة قطر. عبد الرحمن محمد سعيد صالح العولقي، جامعة قطر. دانا خالد سمير مبارك العنزي، جامعة جورج تاون قطر.
فئة البحث العلمي المتميز فيصل عادل محمد الزهر اليافعي مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين. فئة المعلم المتميز للمرحلة الابتدائية سميرة علي حمد زايد الفهيدي مدرسة سعد بن أبي وقاص النموذجية للبنين. فئة المعلم المتميز للمرحلة الإعدادية هيا عايد صالح عبد الله الشمري مدرسة البيان الإعدادية للبنات. فئة حملة الماجستير نور سعد حنيف مبارك الهاجري جامعة حمد بن خليفة في المجال العلمي. فئة حملة الماجستير في المجال الأدبي رقية محمد ناصر عيسى البلوشي جامعة الملك سعود. فئة حملة الدكتوراه في المجال العلمي الدكتور علي صالح غثان سعيد المنهالي جامعة إمبريال لندن. فئة حملة الدكتوراه في المجال الأدبي منى مصطفى حسين أحمد المرزوقي جامعة تولين الولايات المتحدة الأمريكية. فئة المدرسة المتميزة المدارس الحكومية مدرسة الوكرة الثانوية للبنين ويمثلها السيد محمد علي مندني العمادي. فئة المدرسة المتميزة للمدارس الخاصة أكاديمية قطر للقادة يمثلها العميد الركن علي أحمد الكواري. أما الآن فمع الصورة الجماعية حيث سيتم التقاط الصورة الجماعية التذكارية للمتميزين مع المتميزين مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. إذن كل الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى على تشريفه لهذا الحفل لجائزة التميز العلمي في دورتها 11. أيضا الشكر موصول لكم ضيوفنا الكرام على تلبيتكم لدعواتنا وحضوركم معنا.
ويسرنا دعوتكم أيها الحفل الكريم لحضوركم لتناول الغداء في الخارج. إذا مشاهدينا كنا